مساء الخير السيدات والسادة أعضاء جروب قضاء المرأة والأسرة، والسادات والسادة قيادات شبكة إعلام المرأة العربية. تشرف بأن أواصل معكم لقاء الأسبوعي لقاء السبت. الحقيقة النهاردة هكلمكم عن ظاهرة اجتماعية منتشرة جدا في أوطاننا العربية، النظرة السلبية للمطلقة، الاتهام المجتمع الدائم لها أنها السبب في انهيار الأسرة، مع أن كثير جدا من المطلقات بيكون يعني مظلومات، بتكون في أحيانا كثيرة مسؤولية عليها بعد الطلاق، مسؤولية تربية الأبناء، ومثلا بتصل نسبة المرأة المعيلة اللي هي مسؤولة عن أسرة في بعض Created with البلدان free version for العربية تقريبا non-commercial إلى use. ربع ربع الأسر، وده نسبة عالية جدا. ناس كتير كمان بتنظر نظرة دونية للمطلقة، حتى الستات المتزوجات بعضهم بيعتبروها يعني بيخافوا منها. أيضا الظلم في المجتمع نفسه بيمتد كمان لأسرة المطلقة ديت، ممكن الأم، ممكن أخواتها، ممكن الأب يحملوها هذه المسؤولية. طب ليه احنا ما نقولش إن المسؤولية قد تكون على الزوج وليس على الزوجة؟ يعني أحيانا، طب هو لما الناس بتحتقر قوي المطلقة كده، طب ليه؟ هي الناس بتعلي قيم مجتمع بالية حقيرة، قيم لا قيمة لها، قيم من عصر الجاهلية الأولى على قيم الدين. ألم Created with يحلل free الله version for سبحانه وتعالى non-commercial use. الطلاق؟ صحيح اعتبره أبغض الحلال، لكنه موجود لاستحالة العشرة لظروف كثيرة جدا، لعدم القدرة على مواصلة الحياة، وخصوصا لما تكون المرأة متزوجة وعندها أولاد بيبقى من الصعوبة بشكل كبير أن هي تضحي بالأبناء من أجل أن تتزوج مرة أخرى، في حين أن ممكن يكون الأب تزوج طبعا ده أكيد، وحتى أحيانا كثيرا لا يسأل على أبنائه ولا يلبي احتياجاته، ويترك الأم هي التي تكون مسؤولة عنهم في التربية، في المصروفات، في كل شيء. كمان المطلقات في أغلب الدول العربية بيعانوا من أمراض ومتاعب نفسية، أغلبها نفسية، وبترددوا كثيرا على عيادات الطب النفسي بسبب الألم اللي Created بيشعروا with بيه free version وبيمروا for بيه. non-commercial وفي use. إحدى دول الخليج في إحصائية إن 40% من المترددات على العيادات النفسية من المطلقات. احيانا في بعض المجتمعات بتخلي في عمارات سكنية خاصة بالمطلقات فقط، وده موجود في بعض الدول العربية خاصة الخليجية. الحقيقة مأساة كبيرة جدا جدا، وأفكار بالية وأفكار جاهلية بتلاحق المطلقة دي طول حياتها. تقريبا هي ممكن تكون وصمة عار تلاحقها طول حياتها، رغم أنها قد تكون هي المظلومة في كل شيء، قد تكون الظروف والمناخ المحيط بالمجتمع ما ساعدش على حل المشكلة، قد يكون الزوج لا يطاق، قد Created with يكون free بخيل، version for قد يكون non-commercial use. يعتدي عليها بالضرب بالإهانة، فطبعا بيكون مسألة صعبة جدا. يريد كل واحد ينظر للمطلقة نظرة احترام وتقدير، يريد بلاش النظرات السيئة جدا جدا من المجتمع، لأن المطلقات دول بيتظلموا كتير، بيتظلموا كتير جدا جدا، بيتظلموا أولا لما قد يعني رغما عن إرادتهم تنتهي زيجتهم بالطلاق، بيتظلموا لما المجتمع يفضل ينظر لهم هذه النظرة السلبية، وبالتالي أيضا بتظلم أبنائهم اللي بيعيشوا في ظروف غير طبيعية
مع أم بتعاني من نظرة مجتمع جاهلي لها. دي دعوة مني ليكم جميعا، إن كل حد يعرف إنسانة مطلقة يحاول ياخد بإيديها، يساعدها، يوفر لها فرصة عمل، Created with free يرفع من version for روحها non-commercial المعنوية، use. يهتم بيها. أتمنى اللي يقدر بيقوم بده يقوم بيه، مع إن الجميع يعني عليهم أن يغيروا نظرتهم للمرأة المطلقة. أتمنى جميعا أن نعلي قيم الدين التي تحترم المطلقة وحقوقها، وتحترم الحق في الطلاق، وتحترم أيضا كل إنسانة بتؤدي عملها ودورها من أجل خدمة أبنائها وطاعة ربها سبحانه وتعالى. وأتمنى من الجميع أن تتغير هذه النظرة السلبية السيئة جدا 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 اللي للأسف منتشرة جدا في مجتمعاتنا العربية. دي كانت الحلقة بتاعة الأسبوع ده، أتمنى تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.